بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمال موضوعنا فيما يخص مادة الفيزياء منهاج دولة الكويت الفصل الثاني، سأتحدث في هذا الفيديو عن تطبيقات عملية على الحركة التوافقية البسيطة. طبعا أذكر هنا فقط تنويه أن في الكتاب تطبيقات عملية للحركة التوافقية البسيطة، وهذا الكلام خطأ، لابد أن نحذف اللام ونستعيض عنها بحرف على أو بعلى، هكذا تصبح جملة صحيحة. الآن نعود النتاجات. ماذا أتوقع من المتعلم في هذا الفيديو؟ يستنتج المتعلم العلاقة بين طول البنادول والزمن الدوري، يستنتج المتعلم العلاقة بين طول البنادول والتردد، يتمكن من حساب التردد والزمن الدوري عددي. هذا ما أتوقعه من المتعلم عبر هذا الفيديو. لو بدأنا هنا، البنادول يعرف البنادول أنه ثقل معلق، بخيط مهمل للوزن، الخيط يكون مهمل للوزن وغير قابل للتمدد، وغالبا ما يعلق في نقطة ثابتة، وفي الأسفل تكون حر الحركة، يتحرك بهذا الشكل. يحسب الزمن الدوري للبنادول في المعادلة تي كابيتال تساوي 2 باي في سكوير روت أو جذر التربيعي لL الطول على جي ثابت الجاذبية الأرضية، والذي نتعامل معه في هذا المساق على أنه 10 متر في الثانية تربيع. يقول لي هنا، لو أردنا هنا أن نطرح سؤالا مباشرا، لدينا خيط بنادول طوله ربع متر، أو 25 سنتيمتر، معلق إلى كتلة مقدارها 1 كيلوغرام، جد الزمن الدوري وجد التردد. لاحظ باستخدام هذه المعادلة. ها هو الآن المعمل، معمل بنادول كما هو ملاحظ هنا. لاحظ هنا عندي الطول ربع متر كما طلب إلي السؤال، الكتلة 1 كيلوغرام، الجاذبية هنا نفرض هي 9.81 كما تعلمنا، لكن راح نفرض تسهيلا على أنفسنا هي 10 متر في الثانية تربيع. هذا الآن أنا عندي الزمن الدوري باستخدام عداد زمني أستطيع الحصول عليه. أضغط بهذا الشكل وأستطيع، طبعا هنا مهم جدا حتى يكون عندك قياسات دقيقة أن تكون الزاوية أقل من 10، يعني حتى 9 درجات سأعملها. لاحظ أعطاني أن الزمن الدوري في هذه الحالة يساوي 0.99% ثانية أو تقريبا 1 ثانية. أستطيع أن أستعيد عنها بالبطيء مرة أخرى، أستطيع أن أتي إلى هنا، لو طلبنا بهذا الشكل مرة أخرى، مهم جدا أن تكون دون 10 درجات، ها هي بهذا الشكل، والآن أعمل عليها وهي ستتوقف مباشرة عند الوصول إليها. لاحظ أعطاني بأنه تقريبا 99% ثانية أو 1 ثانية. إذا لو شرعنا بحل السؤال عددي، نحن الآن رأيناه في المعمل، والمعمل على برنامج محاكاة Simulation Program. الآن لو أردنا أن نحصل عليه عمليا، نستخدم هذه المعادلة مباشرة، نقول 2 باي جذر التربيعي L، ننتبه على الوحدة بالوحدة المتر، على الجي ثابت الجاذبية الأرضية 10 متر في الثانية التربيع. نستطيع أن نشرح في الحال، يعطيني أن تي كما أعطانا برنامج المحاكاة 99% ثانية. إذا لو أردنا أيضا هنا الحصول أو استنتاج أيضا في هذه الحالة التردد، نقول بأن التردد كما تعلمنا سابقا هو مقلوب الزمن الدوري، frequency يساوي 1 على الزمن الدوري. نستطيع أن نقول بأنه 1 على 99% أو 1 على 1 ثانية تقريبا، فسيعطيني أن التردد تقريبا هو 1 هرتز. التردد في هذه الحالة هو تقريبا 1 هرتز، مهم جدا أن عندي أن تجد هذه العلاقة. لو حاولنا هنا أيضا نسأل، استنتج العلاقة بين الزمن الدوري والكتلة. لاحظ هنا لو طلب إليك السؤال أن تستنتج العلاقة بين الزمن الدوري والكتلة، دعنا نحاول أن نغير الكتلة ونرى ما الذي سيحصل في هذه الحالة على برنامج المحاكاة.
إذن ها هي، لو الآن هذه الكتلة 1 كيلو، نفرض أننا نريد أن نعملها 1.5 كيلوغرام، واحد، وطلبنا الزمن الدوري في هذه الحالة. إذا لاحظ بأن الزمن الدوري لم يتأثر بزيادة الكتلة، يعني ضاعفناها حوالي بالثلث، يعني زيادة 33% تقريبا، لكن الزمن الدوري بقي كما هو. إذا نستطيع أن نستنتج الآن، أن تستنتج علاقة عزيزي المتعلم في هذا الفيديو بين الكتلة والزمن الدوري. إذا نستطيع أن نجزم الآن أنه لا وجود لعلاقة بين الزمن الدوري والكتلة، لا وجود لعلاقة بين الزمن الدوري والكتلة. مهم جدا أن عندي هذا الاستنتاج. إذا الآن وجدنا استنتاجا خاصا بنا الآن. طيب الآن يقول السؤال، لو ضاعفنا طول البنادول إلى 4 أمثال طوله الأصلي، فما العلاقة؟ يعني هنا طول البنادول تضاعف إلى 4 أمثال، هو في المثال المعطى إلينا طوله ربع متر، 4 أمثال يعني ربع ضرب 4 سيصبح طوله 1 متر. إذا دعونا نحاول أن نستنتج العلاقة الآن. نقول أنه كما قلنا ربع متر أصبح 1 متر، إذا تي يساوي 2 باي في الجذر التربيعي، 1/10 متر في الثانية التربيعية. طبعا هنا هاي من أهداف العلم، طبعا أنت الآن وجدتها في المعمل، تستطيع الآن أن تتنبأ دون أن تلجأ إلى المعمل. يعني بما أننا نحن وجدنا العلاقة أو رأيت المعادلة، لو ضعفت الـ4 أمثال ما الذي سيحدث في هذه الحالة؟ إذا يصبح عندك الزمن الدوري تقريبا 2 ثانية، تقريبا زمن الدوري أصبح عندك 2 ثانية، ضعفت الـ4 أمثال أصبح زمن الدوري تقريبا 2 ثانية. إذا تطلب إليك التردد، الفريكونسي يصبح عندك 1 على الزمن الدوري، وان أوفر تي سيعطيك 1/2 ثانية، سأعطيك حوالي 0.5 هرتز. نحن الآن تنبأنا بها في المعمل، عرفناها في المعمل، أو عفوا في المعادلة. الآن نريد أن نعرفها في المعمل. دعونا نرى الآن، طلب أن تكون عادي. طلبنا الآن الزمن الدوري، لاحظ أعطاني أنه تقريبا 1.99%. ثانية أنا فرضت أنها تقريبا أكملت إلى 2 ثانية، فأنا الآن أستطيع أن أجد، يعني من خلال التنبؤ، من خلال معرفتي للعلاقة. الآن أطلب إليك أن تصوغ العلاقة أنت في ذهنك عزيزي المتعلم، صوغ العلاقة أنت في ذهنك، ثم الآن نصل إلى الاستنتاجات في النهاية. إذا الآن بناء على الأمثلة التي حللناها سويا، عندما كان الطول ربع متر كان الزمن الدوري عندي 99% ثانية أو تقريبا 1 ثانية، وكان التردد عندي تقريبا 1 هرتز. عندما ضعفت الطول إلى 4 أمثال أصبح 1 متر، لاحظ أصبح عندي تضاعف الزمن الدوري، يعني أصبح بدل من 1 ثانية تقريبا أصبح 2 ثانية. بالمقابل عندما ضعفت الطول إلى 4 أمثال، انخفض التردد منه 1 هرتز إلى 0.5 هرتز. إذا نستطيع الآن أن نصوغ هذه العمليات أو هذه الاستنتاجات أو النتاجات، نضعها عندنا في أذهاننا، نقول بناء عليه يتناسب الزمن الدوري طرديا مع الجذر التربيعي للطول. هذا مهم جدا، إذا يتناسب الزمن الدوري طرديا مع الجذر التربيعي للطول. إذا نقول زاد الطول 4 أضعاف، تضاعف الزمن الدوري، كان 1 أصبح 2، تضاعف مجرد ضعف، يعني ضربناه باثنين، 4 أضعاف زيادة في الطول أصبح 2 ضعف الزمن الدوري. هذا هو الاستنتاج الأول. طيب الاستنتاج الثاني، نقول يتناسب التردد عكسيا مع الجذر التربيعي للطول. نرى زاد الطول 4 أضعاف مرة أخرى، ماذا لاحظنا؟ تقلص التردد إلى النصف. إذا علاقة عكسية، 1 هرتز أصبح 0.5 هرتز، ربع متر أعطاني 1 هرتز، 1 متر 4 أضعاف أعطاني 0.5 هرتز. إذا في هذا الفيديو أحبتي تعلمنا كيف نحل زمن الدورة عدديا، كيف نلاحظ في المختبر التناظري أو برنامج المحاكاة،
ومن ثم استنتجنا العلاقة ما بين الزمن الدوري والطول والتردد والطول. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. شكرا لكم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.